بطبيعة ما بداخل عقلنا إن القصة التي نحكيها عادة ما تكون هي مجموعة كبيرة من الصور التي رأيناها أو حلمنا بها. قصص مثل الأفلام؟ بالفعل، وفي صناعة الأفلام تم اكتشاف وإعداد العديد من خدع الأفلام. ولم لا؟ ما الذي تفكر فيه يا فطين؟ قصة مصورة. فكرة رائعة يا فطين. سوف أقوم بتصوير بعض الصور ثم نعرضها متتابعة حتى تحكي حكاية. لكن ما هي الحكاية؟ لم أفكر بعد، فأنا في حاجة إلى كتب حكايات. ولهذا أتيت إلى هنا. وهل هناك مكان آخر أذهب إليه يا بابا؟ لدي قصص قديمة منذ الطفولة، أعتقد أنك تستطيع أن تجد فيها ما يناسب تجربتك الجديدة. هل لي بمساعدة من تشيرو؟